عبد الله رأسه يعني رأ ما انت باب الحارة ولا كل المسلسلات ولا سيف وترس قوس وسهم انت رحت اكيد حطيت الدبكة صح؟ ايه عاد رحت الدبكة. تعرف شو هي الدبكة عبد الله؟ هي تبع انا عرفت هذه الدبكة. تعرف تدبك لي اذا دبكت مزبوط يمكن اشتغل في يوم وارجعك على 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 المسابقة. تعرف الدبكة هذه؟ ما يعرف. طيب ماشي خليك معنا يا عبد الله خليك معنا ان شاء الله. هلا بقيان واحد هو علي اللي اكل اليوم مندي. يلا المندي شكله تاثيره قوي شكله اكل مندي بس بقيان لحاله ال11 واحد هلا ناطرين علي ليوقع لحتى يرجعوا للعبه. سؤال يا علي رقم 10 اي مدينه المانيه تشتهر بصناعه السيارات؟ هل هي هامبورغ ام كولن أم شتوتغارت؟ 10 ثواني بلشوا. مدينة ألمانية تشتهر بصناعة السيارات، هل هي هامبورغ كولن أم شتوتغارت؟ العشر ثواني قربوا يخلصوا. علي عم بيفكر أو عم بيستنى حدا يساعده، ما بعرف إذا جواب من عنده ولا حدا قال له. الجواب الصحيح هي مدينة شتوتغارت. اللي والله شكله مجاوب صح. علي مجاوب صح. علي مجاوب صح. هلا 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 علي. هلا والله هلا هلا صفقوا يا هلا هلا بالشباب. والله علي عامل جو. علي من العراق اكل مندي اليوم. اذا تغيرت الاضاءه وتغير كل شيء فمعناته عنا سؤال الحلم للي بعته كلمه فوز. اللي ما بعت كلمه فوز ما راح يفوت معنا بسؤال الحلم. الجائزه 5000 نصها للي حيفوز ونصها للمتسابقين. يا الو الو يا ابو كرم. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله. معك عبد العزيز محمد من السعوديه. عبد العزيز محمد من السعوديه، من اي مدينه بالسعوديه؟ من بيشه. والنعم فيكم كل اهل بيشه. معلش زود يا ابو كرم. حبيبي حبيبي عبد العزيز سؤال أيوة بسيط وسهل. تفضل. عند الانسان في شيء اسمه تفاحه ادم بالجسم، وين موجوده؟ في الرجل، في اليد، ام في الحنجره؟ سهل. الحنجرة يا عسل. أنا شفت يا عبد العزيز، شفت يا عبد العزيز ما يحتاج من أول ثانية جواب. عبد العزيز ارفع عبد العزيز اسمع يا أبو كرم اسمع. أنت الآن مصطفى الآغا. قول قول ولك أبو كرم. أيوة قول ولك شو أيش أبو كرم؟ 2500 ريال يا عبد العزيز. مبروكين عليك. الله يبارك فيك. شكرا يا أبو كرم. هلا 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 عبد العزيز. بس 2500 ريال لعبد العزيز. في زادوا الجائزة الكبرى 2500 ريال صارت 52500 ريال. طبعا علي اللي أكل مندي اليوم من العراق عم يدعي لله، بس طبعا هلأ 11 واحد عم يدعو أنه يفوت بالحيط. ممكن يفوت بالحيط ما بنعرف. هلأ لسه عنا بعد 10 أسئلة لنعرف علي رح يكمل ولا اللي قاعدين الباقيين رح يرجعوا للعبة. خلينا نروح لفاصل صغير من الإعلان على المطبخ وراجعين. لا تبعدوا أكثر من المطبخ.